دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم غنوريكم الكورنيش، درنا واحد الجوله انا والام ديالي. المهم كيما كتشوفوا هاد الجهه راه ما فيهاش بزاف ديال الناس. كورنيش الناظور مرحبا بكم على قناة خديجة الريفية، نتمنى تعجبكم هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كورنيش الناظور كورنيش نادر ومن لا يعرفه. كورنيش الناظور الجو هنا زوين، خرجنا شوية من الدار نديرو شوية الجو كيما كتشوفو. الجو هنا زوين، مرحبا بكم على قناة خديجة الريفية، نتمنى تعجبكم هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كما كتشوفوا الناس خارجين مع العائله ديالهم، كاين اللي خارج مع الام ديالو، كاين اللي خارج غير بوحدو، كل واحد يعني الناس قمطانه في الدار باغي تبدل الجو. ايوا ربي يرفع علينا البلاء ان شاء الله ونرجعوا للحاله الطبيعيه ان شاء الله. نشوفوا الكورنيش اليوم كما كتشوفوا. مرحبا بكم على قناه خديجه الريفيه، هذه كورنيش ديال الناظور، شفنا زوين. وي ماما كتشوفوا الجو هنايا غزال تبارك الله، واحد يبدل شويه الجو ديال الدار.
الجو رائع وهادئ كما كتشوفوا البنات، هاد الجو زوين. نادر كما كتشوفوا الناس بدات كتعمر هاد البلاصه، كلشي خارج على برا. مامي خويا كلشي قنطان، كلشي اليوم خرجت مع صديقتي المفضله، هي الام ديالي الله يخليها ليا. كيف كتشوفوا هذا الفيديو اللي درت اليوم، نتمنى يعجبكم، واللي ما كيعرفش الناظور غيتعرف عليه اكثر، والناس اللي كيحبوا الناظور باش يتفرجوا في هذا الفيديو. المهم مشاهده، نتمنى تعجبكم هذا الفيديو اللي درت لكم اليوم. هذا هو اوتيل ديال الناظور كورنيش، احسن اوتيل هنايا. ها هو كما كتشوفوا هو الكورنيش. مرحبا بكم في الناظور، اللي عمرو ما جا الناظور مرحبا به عندنا. هذه هي المدينه ديالي، نتمنى تعجبكم. ها هو الاوتيل، نتمنى يعجبكم، في مدينة الناظور.
اسباني من عند اسبانيا. اليوم الناس يعني موجودين دنيا عامره كما كتشوفوا ونشوفوا شويه الجو هنايا زوين. هذا هو المركب اللي بغات تشري الحويجات لوليداتها، شي اي حاجه مركب.